الزوجة الأولى خديجة بنت خويلد. هي بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، ولها من العمر 40 سنة، وكان سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة، وهي أول من آمن من النساء، وكان عليه الصلاة والسلام لا يسمع شيئا من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بخديجة إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه. وهي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسها قائلة له: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لقرابتك وأمانتك وصدق حديثك، وقد خطبها الكثير من الرجال من كبار قومها فأبت، واختارت لنفسها التقي النقي، زين الشباب وفخر الرجال. وكان وليه عليه الصلاة والسلام في زواجه عمه أبا طالب، وقد قضى معها زهرة شبابه، فلم يتزوج عليها ولا أحب أحدا من البشر مثل حبه لها، وظل طول عمره يذكرها ويكرم أصدقاءها ومعارفها. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها شديدة الغيرة منها لكثرة ذكره لها. فضل خديجة: لقد بلغت خديجة الكبرى المنزلة القصوى عند الله ورسوله، كان يأتيها جبريل بالسلام من ربها من فوق 7 سماوات، وقد بشرها الله جل جلاله على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب. وروى الشيخان: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. زارت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز في بيت عائشة رضي الله عنها، فأكرم مثواها وبسط لها رداءه، فأجلسها عليه، وبالغ في الحفاوة بها. فلما انصرفت سألته عائشة عنها لتعلم سبب إكرامه لها، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها كانت تزور خديجة، وماتت بمكة قبل الهجرة 3 سنين، وهي ابنة 65 سنة، وكان مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة.